الأخ محمد أشرف من تونس. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله يا أخي الكريم، كيف يعني ما هي قصة تشيعكم؟ والله يا أخي قصة طويلة يعني. أنا خريج جامعة الزيتونة، متحصل على شهادة الماجستير شريعة والقانون. ما شاء الله. فطيلة فترة دراستي يعني ما كنت يعني مرتاح الكثير من الأشياء، يعني حتى إنه كان عندنا دكتور في علم الحديث، فكان دائما يقول تقريبا كل أسبوع، في عندنا حصتين عنده كل أسبوع، يقول يا طلابي الأعزاء، الآن يعني كل أسبوع أنا أتيكم بعشرة أو خمستاشر حديث، كل طالب أو اثنين يأخذوا حديث ثم يبحثوا فيه، لأنه مشكل في حديث يعني فيها مشكلات كثيرة كثيرة بصدق. فيقول يلا يعني حلوها بيدكم، يعني فكروا كل منكم يجد إجابة لكل حديث أنا يعني أعطيه له، لأنه يعني يقول حتى تستطيع أن تجابه يعني المنوئين والملحدين، ولكن كان أغلبنا يأتي بإجابات قاصرة أو عاجز، لأن بصدق آيات أحاديث في تطعم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا حديث الجساسة وغيره يعني في عجيب شيء عجيب. فبدأت أبحث الحقيقة إلى أن وصلت إلى، كنت مرة يعني جالس في مناقشة ماجستير، فذكر المناقش ذكر لي هذا الطالب الذي يناقشه وقال أنت لماذا لم تذكر من بين المصادر ومراجع كتاب التيجان السماوي ثم اهتديت في مناقشة لمسألة معينة؟ فقال هذا كان شيعي ثم تسنن. فهذا يعني أمر غريب، أول مرة أسمعه. فمن وقتها أخذ ذاك العنوان، بدأت أبحث، ثم بدأت رحلتي تقريبا مدة ست سنوات في البحث الشيعي. والحقيقة يعني كنت موالي للبيت عليه السلام، ولكن ما كنت أعرف هذه البراءة، ما كنت أعرف يعني أحاديث وخاصة محاضرة الشيخ حبيب بيان البيت عليهم السلام في أعدائهم، وكثير تقريبا شاهدت كثير من المحاضرات، ليالي المهدوية، ليالي الرمضانية، ليالي المحمدية، الفاطمية، هكذا تقريبا منذ شهر ونصف سمعت يعني كل هذه المحاضرات وتبين لي الحق. فالحمد لله تقريبا من شهر هيك يعني بدأت قطعت مع كل ما هو سني، ثم الحمد لله الله كرمني، وتلك وذلك الحمل الكبير على ظهري وعلى أكتافي يعني انزاح، والحمد لله، والله الحمد لله، الحمد لله، وجزاه الله خيرا شيخ الحبيب، جزاه الله كل خير، أن أوضح الحقيقة كما هي يدلس يعني، أو كما ذكرت قبل قليل أحمد بن حنبل وغيرهم والشافعي وغيره وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم وغيرهم كثير عليهم لعنة الله، كما دلتوا وبدلوا وغيروا. الله يرحمنا، الله يغفر لنا. أحسنت. كذلك أردت لي طلبين من الشيخ الحبيب، أول شيء أن يبرئ ذمتي يعني لأني قد طعنت فيه بجهلي ولم أكن يعني سمعت له من قبل، وكذلك أن يكرمني بأن يعني أتابعه في شهادة ولاية البيت عليه المسلم. حبه وكرامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. بارك الله بك يا خان الكريم، وهنيئا لك، وثبتك الله على الإيمان والهدى، ورزقك النور والحكمة كما نستشرف منك، ما شاء الله. آمين. الله يبارك. أما ذمتك فقد أبرتها وأسألك الدعاء لله. وأما الشهادة فقلها مدوية، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله.
أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليكم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار وبئس القرار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد وعجل فرجهم ولعان أعداءهم. الجميع هنا يهنيك أخانا الكريم، جمعك الله بمن تتولى وتحب بمحمد وعترته الطاهرة عليهم السلام في الجنة إن شاء الله. إلهي آمين. وحي الله شعب تونس، حي الله شعب تونس المتحضر المتعقل الذي تبنى عليه الآمال إن شاء الله. أنا جداً متفائل بشعب تونسي إن شاء الله في عودته إلى أهل البيت عليهم السلام.